وتنضم إلينا من أم ينضم إلينا عفوا من أم درمان مراسل غد مصطفى كركساوي. إذا مصطفى، ماذا يدور في أجواء التطورات ومدى الالتزام بالهدن وكيف تجري الأمور؟ مرحبا، نحن طبعا ما زلنا في ظل الهدنة السادسة في يومها الأخير. منذ الصباح كنا نستمع لهذه صوت الطيران والمضادات في مناطق مختلفة من العاصمة القومية الخرطوم، لكن يعني الآن في هذا التوقيت الهدوء هو يتسيد الموقف من جديد. ربما يكون هدوء حذر مليء بمخاوف تجدد الاشتباكات. قبل ساعتين من الآن أو ما يقارب هذا التوقيت حدثت اشتباكات في محيط القصر الرئاسي وكذلك منطقة وسط الخرطوم بين يعني قوات الدعم السريع وكذلك القوات المسلحة. وأيضا رأينا في بيان من قبل قوات الدعم السريع أن هذا الاشتباك دار بين قوات الدعم السريع وقوات الاحتياط المركزي التي تتبع للشرطة السودانية. الهدوء يتسيد الموقف في ظل طبعا المعاناة الإنسانية في العاصمة القومية الخرطوم والحركة الجزئية وصعوبة الحركة الكلية لأسباب مختلفة من بينها المخاوف من تجدد الاشتباكات بين وقت وآخر، إضافة لصعوبة حصول المواطن على الوقود نسبة لعمل أو لتعطل عمل محطات الوقود إنها في هذا الوقت لا تعمل. يعني كذلك الصعوبات التي تواجه الكادر الطبي في الوصول للمستشفيات هي ما زالت قائمة منذ بدء تداعيات الأحداث في العاصمة القومية الخرطوم. شكرا جزيلا لك مراسل غد مصطفى كركساوي، مراسل غد.